شنو الموضوع يا سيد عمار؟ شنو القصة؟ تبقى بغداد زبالة؟ تبقى بهاي الجيفة؟ راضي انت؟ اذا هذا الحكي على الهواء كملتوا اوراقكم؟ اوراقنا ما تكمل، احنا من شهر التاسع لحد هسه ما طابين للدائرة، منعنا سيد يقظان من دخول الدائرة. يقظان يمنعكم ليش؟ يقول اني هذا توجهي، اني هاي الصيغة اللي اشتغل بيها. يقول اخي ما الوزراء. ماكو شيء اسمه يقظان توجه يقظان، اكو توجه دولة. يقول اني هذا التوجه رئيس وزراء يا جاي من رئاسة يا الوزراء. امين بغداد استاذ عمار، ترى هواي صار اكو لغط على امانة بغداد. انا قبل اسبوعين خاطبتك قلت لك واحد من الشركات قاموا يبتزهم المدراء العامين يطلب 600 مليون، يقول له اعطينا 500 مليون او طلعت على الهواء، وقلت لك يا سعادة الامين التقي بي، هسه قد يكون الرجل صادق وانتظر منك خبر. اكو مسؤول بالدولة تقول له يابا عندك اكو بوك في دارتك قد يثبت وقد لا يثبت، واحنا جاي نجيب لك وده نتابع نيابة عنك ونقول لك هاي الناس دول الآن دولة الرئيس يقول على الفور يا أمين بغداد كمل معاملاتهم. من التاسع السيد يقظان يقول لهم أنتم ما تطبون لأن أنا سياستي تختلف والمشاريع القديمة ما لها علاقة بها. من نقول الدولة يجب أن تكون نظام مؤسسي ما يعتمد على شخص. القبل يقظان بطل ويقظان عدة سياسة جديدة، إذن ماكو هي قضية أمزجة. وبعدين ليش يقظان ما يطببهم؟ وليش ما يكمل اوراقهم التعاقديه؟ وليش ما تطونهم حقهم؟ اكو دوله تشتغل بالدين؟ اذا الدوله تشتغل بالدين يعني هسه هذا باكر اذا اروح اشتكي عليكم ما تصير تحت عنوان نصب واحتيال، مواطن اجى وصرف فلوسه وكمل. ما تشوفون بغداد ليش مهجومه؟ الشركات تنهزم ما تتعامل وياكم، تخلصون منهم وتذبوهم. هنا مره يقضان ما يقبل، وهنا مرة بالدائرة القانونية ما يقبل، وهنا المواطن الشركة ورا ما تكملون بيها الديحونة توقف تظاهرات بالشارع وتاخذ لها سنة تطلب فلوس ما تطي. لا تطون فلوس ولا تقنعون العالم ولا تحترمون قرارات رئيس وزراء. وبعدين يا دولة الرئيس إذا أنت تقول تصرفوا على الفور، ليش ما يصرفوا على الفور؟ هاي صار من شهر التاسع إلى الآن، أكو مبررات؟ يعني أنت سيد عمار ليش اذن من طين واذن من عجين؟ ليش ما جاي تستمع؟ ليش مكتبك الاعلامي ما يقول لك يابا ترى الحكي على امانه بغداد صار ما ينجرع، صار ما ينحمل، دا ننتقد؟ لا تحلون، لا تسمعون، لا تستجيبون، لا تخلصون حقوق العالم. شريد من عندكم احنا؟ شنو اللي عندنا وياكم؟ ترى قبلك مارسوها هواي، اكو رقابه حقيقيه، احنا دا نراقب وده نجيب لك الخلل في دائرتك ونقول لك يا معالي الأمين حل. وأنا اتصلت عليك يمكن 20 مرة، لا مكتبك يجاوب، لا أنت تجاوب، لا أنتوا تتحركون، لا تخلصون القصة، لا تحترمون حقوق العالم. شنو الموضوع يا سيد عمار؟ شنو القصة؟ تبقى بغداد زبالة؟ تبقى بهاي الجيفة؟ راضي أنت؟ إذا هذا الحكي على الهواء والتظاهرات بالشوارع من يجي يشتغل وياك باكر؟ اطل الناس حقوقها واحترموا حقوق الناس، حتى الناس لما تجي تشتغل وياكم تحترم كلمتكم لما تطلبون. يقول لك والله أمانة بغداد بيها عدل وبيها انصاف وتحترم حقوق الشركات. عباس. نعم سيد. هذا آخر ما عندك ها؟ أستاذ لا تسمح لي، يعني سيد لنين وجه أستاذ يقظان قال لي يدخلون المقاولين باليوم ساكن. شو وقت وجه يقظان رافض هذا الشيء؟ شو وقت وجه عمار وجه يعني يقظان؟ قبل 10 أيام بعد ما وصلنا مناشدات ووصلنا للسيد لمين قلنا له ترى احنا الرئيس وجه عمار وعمار ما كملها، وعمار وجه يقظان ويقظان راح يوجه سحبان وسحبان راح يوجه عليان ودولة بابا هاي. شنو عمار وجه يقظان؟ الرئيس هم وجه عمار. دولة لو بيها نظام وبيها قانون ما يرتبط الأمر بأمر عمار وبأمر نجم وبأمر يقظان. قانونك وحقوق. تون المتصل الثاني وجه يقظان.